أحبابي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة فيجن بيو بيرماكلتور للزراعة المستدامة. من الغريب في الأمر أنكم تشاهدون أنني أقوم بالسقي، فالتين الشوكي إذا قمت بسقيه فإنك تساهم في تسريع نموه، وخاصة في فصل الصيف. المعروف على أن التين الشوكي يأخذ الماء خاصة في الليل، ونسبة الماء فيه قوية وكثيرة جدا. كيف يمكن أن نعتني بالتين الشوكي؟ وأتحدث في هذا الفيديو عن الاهتمام والعناية بالتين الشوكي. التين الشوكي إذا أراد الإنسان أن يقوم بتسريع نموه، أول طريقة يعتمد عليها وهي السقي. إذا سقاه في فصل الصيف، ليس في فصل البارد، في فصل الصيف فإن نموه سيزداد بسرعة، ويمكن الإنسان أن يغرسه حتى في فصل الصيف. الحديث عن تين الشوكي وعنده أسماء مختلفة في الدول العربية كبرشومي أو أسماء مثل التين الهندي، لكن الاسم العالمي عند العرب وهو التين الشوكي. التين الشوكي من الفواكه المغذية جدا خاصة في فصل الصيف، ويحتوي على فيتامينات وعلى عدة عناصر مفيدة جدا للجسم. إذا هذا التين الشوكي، هذا تين من نوع مختلف على التين الشوكي الذي ليس له أشواك. هذا التين الشوكي الأملس ليس فيه أشواك، وهذا التين الشوكي فيه أشواك، حباته صغيرة وحمراء. أولا العناية به قلنا هو السقي، وإذا قمت بسقيه فستقوم بتسريع نموه. تلاحظون بأن الفرق بين الحبة والأخرى 70 إلى 80 إلى 90 إلى متر، إلى متر ونصف، إلى متر ونصف. ويجب الإنسان أن يقوم بغرسه وزرعه في جوانب ضيعته، لأنه يحب أن يأخذ الأماكن الجانبية. كما تلاحظون بأنني غرسته في جانبي أو هامش المزرعة، في جانبي أو هوامش المزرعة، هذا أحسن حتى لا يأخذ مسافات كبيرة جدا. بينما هذا التين الشوكي، هذا ليس فيه أشواك. التين الشوكي من الفواكه الغنية جدا بالأملاح المعدنية، وخاصة المعروف على أن التين الشوكي إذا استهلكه الإنسان بكثافة وبكثرة يمكن أن يسبب له في انخفاض نسبة السكر في الدم، من أنه من المأكولات المهمة جدا التي تساهم في تخفيض السكر في الدم. إذا كان الإنسان يعاني من مشكل ارتفاع السكر في الدم، يمكن أن يستهلك التين الشوكي، يساهم في تخفيض نسبة السكر في الدم، ويساهم كذلك في تخفيض الكوليسترول، لأنه يحتوي على كوليسترول نافع جدا للجسم. كذلك التين الشوكي إذا قام الإنسان بغرسه وزرعه يساهم في نمو المزروعات الأخرى التي هي بجانبه. أنا قمت بغرس التين الشوكي في فصل الصيف، لأن يعني ممكن الإنسان يغرسه في فصل الصيف، ولكن يجب أن يقوم بسقيه. إذا مثلا هذه الحبة قمت بغرسها في فصل الصيف وأقوم بسقيها، وتلاحظون بأنها بدأت البراعم تخرج. إذا البراعم تخرج، إذا ممكن الإنسان أن يقوم بزرع في فصل الصيف وليس هناك مشكلة، ولكن يجب أن تقوم بسقيه. والسقي يقول لا يساهم في نموه وزيادة نموه بسرعة. هذا الصبار أو هذا التين الشوكي غرسته، والحمد لله أخذ تخرج البراعم الجديدة، لكن السقي ساهم إلى حد كبير في نموه بسرعة. التين الشوكي معروف على أنه دخل إلى المغرب سنة 1777،
وينتشر التين الشوكي بصفة خاصة بنسبة كبيرة جدا في منطقة قلميم وأسفي. المنطقة الأولى لإنتاج التين الشوكي في المغرب هي قلميم وأسفي، بعده منطقة خريبكا ودكوالا والشاوية. المشكل الذي أخذ التين الشوكي يعاني منه في السنين الأخيرة في المغرب وهي ظهور الدودة القرمزية، هذه الدودة التي ستفتك إذا استمرت وإذا استمر وجودها دون القضاء عليها، لأنها تقضي على التين الشوكي بصفة نهائية. وهذه الدودة دخلت إلى المغرب من استونيا أوروبا وأخذت تنتشر في المغرب، ويمكن أن تقضي عليه نهائيا، ويمكن أن تنتشر في الدول المغاربية الأخرى إذا لم تأخذ تدابير لازمة للقضاء عليها. وينتشر التين الشوكي كذلك في دول البحر الأبيض المتوسط، كذلك في مناطق المغرب العربي وفي المشرق العربي في السعودية. والمعروف على أن التين الشوكي يمكن أن يحتمل أو يتحمل حرارة تصل إلى 70 درجة، وأنه يخزن، يعتبر خزان للماء، ويمكن أن يساهم في التغذية بالنسبة للحيوانات أو علف للحيوانات، كما أنه مؤخرا أخذت بعض الدول تطور منه صناعات مختلفة غذائية، صناعات غذائية في أمريكا الجنوبية التي تستعمله في التغذية. وفي المغرب ظهرت صناعات مشتقة من تين الشوكي، ظهرت عدة جمعيات تهتم بالتين الشوكي وتنتج منه الزيوت وتنتج منه مواد التجميل المختلفة في المغرب، وكذلك في دول المعروف على أنه تستخرج منه زيت باهظ الثمن، وإلى جانب من المشتقات في مواد التجميل إلى غير ذلك. كذلك من العوامل التي تساهم في ازدياد نمو الصبار أو التين الشوكي بسرعة وهو التسميد. تسميد التين الشوكي يساهم في نموه، وتلاحظون بأن هذا رماد، التين الشوكي يحب الرماد وبقايا أو مخلفات الدجاج. إذن سأخلطهما معا ثم أضيفه سأضيفه كسماد للتين الشوكي. الرماد مفيد جدا جدا للتين الشوكي. كذلك يجب إزالة الحشائش التي تحيط بعد إزالة الحشائش التي تحيط به، إذا نضيف له السماد. إذا إضافة السماد يكون بهذه الطريقة. ونقوم بإضافة السماد.
إذا إخواني أخواتي، بانتهاء عملية السقي نكون قد أوشكنا على النهاية، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إذا لتسريع عملية نمو الصبار أو التنشوكي بسرعة، عليك بعملية السقي أولا، وتسميد، تسميد يكون بالتسميد الطبيعي من كومبوست الدجاج. بذلك ننتهي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.